أخبرهم منتصف الليل بتوقيت طرابلس من قناة ليبيا لكل الأحرار، أهلا بكم. قرر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا والطوارق والتبوة الأعضاء بالمؤتمر، قرروا اليوم مقاطعة انتخابات الهيئة التأسيسية التي ستعد دستور ليبيا الجديد، وذلك احتجاجا على نسبة تمثيل المكونات ذات الخصوصية اللغوية والثقافية في هذه الهيئة. واعتبر المجلس في مؤتمر صحفي عقده اليوم في طرابلس أن القانون المتعلق بهذه الهيئة والذي أقره المؤتمر الوطني العام أمس تجاوز الأمازيغ وتجاهلهم بشكل غير ديمقراطي، وهدد الأمازيغ والطوارق والتبو بتعليق عرضياتهم وتقديم الاستقالات يوم الأحد المقبل في جلسة المؤتمر الوطني، كما هددوا بعصيان مدني يوم الثلاثاء المقبل. مقاطعة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي ترشحا وانتخابا. ثانيا، تعليق عضوية أعضاء المؤتمر الوطني العام من الأمازيغ والتبو والطوارق. ثالثا، دعوة المؤتمر الوطني إلى تطبيق النصوص المنصوص عليها في المواثيق الدولية بخصوص الأقليات. رابعا، تمهل مكونات الشعب الليبي المؤتمر الوطني العام إلى مساء الثلاثاء الموافق 23/7/2013، وبعد ذلك يدخل الأمازيغ والتبو والطوارق في عصيان مدني، وعلى المؤتمر الوطني العام تحمل النتائج التي تؤول إليه الأوضاع بعد ذلك. هذا صرح شعبان بوستة عضو المؤتمر الوطني العام اليوم أن أربعة من أعضاء المؤتمر من ممثلي الأمازيغ سيقدمون استقالتهم بسبب ما أسماه تهميشا للأمازيغ في قانون انتخاب لجنة الستين، وهم جمعة الشاوش وسعيد الختاري وسليمان جم وشعبان بوستة، وهم من المستقلين ولا ينتمون لأي حزب. وأكد بوستة في تصريح صحفي أن الأمازيغ والطوارق سيقاطعون هذه اللجنة ولن يصوتوا في الانتخابات ويعلنون مقاطعتهم للمؤتمر كليا. وكان المؤتمر الوطني العام قد أقر قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم للبلاد، وذلك في جلسته العلنية التي عقدها صباح أمس، وبمجرد صدور القرار فإن المفوضية العليا للانتخابات باستطاعتها مباشرة تنفيذه بطرح برنامجها لانتخاب 60 عضوا الذين سيقومون بكتابة الدستور في بحر 120 يوما من تاريخ أول اجتماع لهم، وسيقوم الأعضاء فور انتخابهم بأداء اليمين أمام المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز 10 أيام. أقر المؤتمر الوطني العام في جلسته العلنية التي عقدها يوم الثلاثاء قانون انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستضع دستورا جديدا لليبيا، بعد أن أوقف انقلاب سبتمبر العمل بالدستور الذي حكم البلاد طيلة الحكم الملكي. شهد المؤتمر العديد من الصراع والجدل حول بعض مواد القانون، وخاصة تمثيل بعض مكونات المجتمع، مما اضطر المؤتمر لتخصيص معظم الجلسات الماضية للوصول إلى صيغة توافقية حول هذا القانون. بعد أن شهد المؤتمر مناقشات مطولة اصطدمت بالعديد من النقاط الخلافية، تمحورت بالأساس حول موضوع الحصة الواجب منحها للنساء وطبيعة النظام الانتخابي. تضم الجمعية التأسيسية 60 عضوا طبقا لما نصت عليه المادة 30 من الإعلان الدستوري. سينتخبون انتخابا شعبيا مباشرا، وسيضعون الدستور في 120 يوما على غرار نموذج الحصص المتساوية الذي اتبع عند تشكيل لجنة وضع الدستور عند استقلال ليبيا في عام 51. وستخصص 6 مقاعد للمرأة و6 أخرى للأمازيغ والتبو والطوارق. وإن المرشحين سيخوضون الانتخابات كأفراد لا يمثلون أي أحزاب سياسية. فيما قاطعت المناقشات حول هذا القانون مكونات التبو والأمازيغ والطوارق التي تردد بتهميشها. قال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد ظهر يوم الثلاثاء بطرابلس إن مقر اللجنة سيكون في مدينة البيضاء، ولكنه لم يعلن موعدا محددا للانتخابات التي من المحتمل أن يستغرق تنظيمها 6 أشهر، والتي كان من شروط الترشح لها أن لا يقل سن المرشح عن 25 عاما وأن لا يكون حاملا لأي جنسية أجنبية.
وقال حمدان إن المؤتمر الوطني العام كان على مدى أشهر يناقش ويحاول التوافق حول قضايا تتصل بمشروع الهيئة التأسيسية للدستور، وهي قضايا كبيرة تحتاج إلى توافق كبير كونها قضايا وطنية تخص الوطن. وأشار حميدان إلى أنه بمجرد صدور القرار فإن المفوضية العليا للانتخابات باستطاعتها مباشرة تنفيذه بطرح برنامجها لانتخاب 60 عضوا الذين سيقومون بكتابة الدستور الليبي في بحر 120 يوما من تاريخ أول اجتماع يعقدونه في مقر الهيئة بمدينة البيضاء. وبمجرد انتخاب الأعضاء سيقومون بأداء اليمين أمام المؤتمر الوطني العام في بحر 10 أيام.